كنت عايز اسالك بما ان منتخب الجزائر دلوقتي متقدم على منتخب تونس، مين من المنتخبات اللي شاركت في بطولة كأس العرب لفت نظرك؟ منتخب الجزائر لفت نظري بقوة في موضوع التجانس والضغط العالي على اللعيب، على أي منافس. منتخب قطر لفت نظري لأن أنا عارف قصة منتخب قطر، بيتجهز من فترة طويلة جدا. المدرب اللي موجود معاهم ده شانسيز أسباني، ده ما كان ماسك فرقة الشباب والناشئين وماشي مع اللعيبة دي من أيام الشباب والناشئين والكلام ده. في آخر 3 سنين لعبوا 70 مباراة، متجهزين بشكل غير طبيعي للمونديال، متجهزين متجهزين. انا لما شفت المستوى اللي ظهر في دور المجموعات في الاول، قلت لا، هو هينافس على البطوله بشكل كبير. ينقصهم خبرات، بيحاولوا بقدر الامكان يساهموا بده في بالخبرات اللي هي من خلال المباريات الدوليه. وبعد كده قطر على فكره بطل اسيا اخر نسخه، يعني منتخب قطر هو بطل اسيا. يمكن ده المنتخب اللي هو ايه، ما خدش حقه اعلاميا بشكل كبير جدا، لان البطوله بتقام هناك والتنظيم والجماهير كان واخد الجو اكتر منه. يعني ممكن انا النهارده كتبت على صفحتي ان قطر تستحق مركز اكتر من الثالث بالمقارنه بباقي المنتخبات، ولكن يظل في النهايه منتخبات شمال افريقيا او عرب افريقيا هم الاكثر جدية والأكثر رغبة. منتخبات زي السعودية كانت ظهرت بمستوى متواضع للغاية. يمكن دي أفضل منتخبين. أنا عجبني جدا منتخب الجزائر. منتخب الجزائر موضوع الضغط على المنافس من نص ملعبه دي ما يعملهاش أي منتخب إلا إذا كان منتخب متجانس بشكل كبير جدا. يعني منتخب تونس في المقابل بيلعب على التركات، هم لعيبة خبرات والكلام ده، رغم ان هم لعيبة يعتبروا منتخب محليين. من افضل المنتخبات برضو اللي انا بتشهد او اللي انا تابعته بشكل كبير جدا، عنده انضباط تكتيكي بشكل مميز للغاية، منتخب المغرب. منتخب المغرب كان حاجة جميلة جدا في الانضباط التكتيكي داخل الملعب. والانضباط التكتيكي داخل الملعب مش اي حد، مش اي منتخب بس مين يعمله. اكتر منتخب انت شايفه لا تألق بشكل كبير جدا يعني في الصفوف الاولى؟ المغرب. المغرب، رغم ان الجزائر مثلا يعني خلاص على اعتاب ان هي تحصد بالظبط. البطولة لا، لاول مرة. منتخب المغرب تألق بشكل كبير. منتخب المغرب يعتبر المنتخب ده فيه عناصر مميزة جدا، بيلعبين مع بعض ورا بعض حوالي كم كبير جدا من المباريات، لم يتعرضوا لأي خسارة، وحتى الخسارة اللي تعرضوا ليها كانت بالنسبة لهم يعني غير متوقعة. المنتخب الجزائر متوقع من منتخب الجزائر سواء محليين أو غير محليين، لمنتخب الجزائر ليه 3 4 سنين أو 3 سنين تحديدا أو سنتين من أول ما مسكوا جمال بالماضي، بيشهد انتعاشة غير طبيعية بعد فترة طويلة من التواضع المستوى. رجع من جديد منتخب الجزائر.